واش بخباركم بلي هاد الحالة هاد الحالة عاود تاني تقدر ترى ليكم غير بسبب غسيلكم الموتور بالماء، وخاصة إلا كان بريسي بحال اللي تقدروا تلقاوه في اللافاجات، وخصوصا إلا كان عندكم شي فويت في السيستم داير بحال البواتي ديال الفلتر ولا الدوريت ديال التيربو. هيا اخوتي كيف ما سمعتوا، على لافاج ديال 50 درهم تقدروا بسببه تخسروا موتور على قدو، وهذا البلان اللي غادي يخلي موتوركم يوصل لهاد الحالة والدمار الشامل والصدى اللي كتشوفوا فيه، هادشي كامل جاي بسبب واحد الظاهرة كتسمى بالهيدروليك ولا الايدرو بلوكاج. هاد الظاهرة اخوتي بسبب التسرب ديال الماء لي سيلندر، يا اما عن طريق لي زونطري دير ولا حتى عن طريق لي ديوريت ديال التيربو والويست جيت ديالو. وكيف ما كتعرفوا اخوتي، لي بيستون ديال الموتور ما تديزايناوش على انهم يكومبريسيو الماء بحال كيف ما تديزايناو باش يكومبريسيو الريح والكاربيرون، ونتيجه لهذا الشيء اخوتي والبلوكاج اللي كيوقع في الشامبر ديال الكومبيستيون اكونوا على يقين الى فورسيتيو على الموتور وبغيتيو ديماريوه بزز عليه، هنا يا اما الفيل بروكان غيتهرس ولا لي بيال ولي بيستون غادي يتعوجوا وتقدروا كاع تشوفوهم خارجين من البلوك ديال الموتور باش يفوجوا ويبدلوا الجو. من غير هذا المشكل الهيدروليك، اللافاج والنيتواياج ديال الموتور بلوت بريسيون غيسبب لكم في بزاف ديال المشاكل لا ميكانيكمون والكترونيكمون وحتى الكتريكمون، وبلا ما نساو بطبيعه الحال استيتيكمون بحال التقشار ديال الصباغه والعويجاج ديال الطوله. ومن اول هاد لي كومبوزون اللي يقدروا يطيحوا عندكم اون بان بسبب هاد اللافاج السوفاج هو الالترناتور. هاد الالترناتور اخوتي واتر ريزيستنتيه ولكن ماشي واتر بروف، وبالعربيه تعربت ما عنده ما يطرى ليه الا تقاس بالماء بسبب الشتا ولا الا ضربته في شي ضايه، لكن ما تدارش وما تصنعش باش يتحمل الجهد ديال الكارشير بحيث لما كيبطئ من لوبيراسيون ديال ليبريفيكاسيون ديال الشربونات اسوا كانوا نحاس ولا برونز، هنا مع الوقت غيشد فيهم الصدع واللي بسببه اما غيبقاش الكونتاكت ما بين الشربونات ولي باك كولكتريز ديال الالترناتور. بالنسبه الى عندكم موتور ايسونس وعندكم داك الزهر اللي ما كيهرس الحجر العظم ديال التمر وطحتو في شي بوجادي في شي لافاج ديال الحكجر عاده وقرب لكم الراس ديال الكارشير للبلاصه فين كاينين لي بوبين دالوماج، هنا كونوا على يقين ان شي كابل ديال شي وحده فيهم غيتقطع، ويلا ما تقطع الكابل غيتقطع الجوان وغيدخل مع هذيك الساعه الماء اللي يقدر يصدي الروسور والايرون كور ويقدر يحرق البوبينه كاع، وماشي غير الخيوط ديال البوبينات اللي يقدروا يتقطعوا بل حتى مثلا البريز ديال الديبيمتر والفيسو الكتريك ديال لي زانجيكتور ولا حتى ديال الكالكولاتور والبواطات الفيزيبلات وزيد وزيد. المشاكل الناتجين على هذا التقطع اخوتي يقدروا يبانوا سير بلاص ويقدروا يبانوا مع الوقت، واللي مهم هنا ان الحديد القديم والملبق هو الاكثر عرضه لهذ الاضرار، وهذا الشيء بلا ما نهضروا على اصحاب اللافاجات اللي معاك تحط ليه الطوموبيله سخونه طايبه كيضرب هادي ريكس بلا ما يتسنى بالمبرد، وهنا كونوا متاكدين ان شي حاجه غطرطق بحال الكيلاس ولا البلوك موتور. وما بقاتش اخوتي غير في اختيار الوقت المناسب ديال لافاج، وبقات اخوتي في الطريقه ديال الغسيل بحيث البريسيون ديال الكارشير ما خصهاش تفوت 1500 بي اس اي، ماشي غير البريسيون اللي مهم بل حتى التيب النوزل ديال البيستولي خاص الزاويه ديالها تكون ما بين 25 حتى 40 درجه ماشي قل وماشي كتر. والاهم من هادشي كامل البيستولي ديال الرشان خاصو يكون بعيد على الاقل بواحد 150 سنتيمتر، وعاد ما نساوش على انه قبل من هادشي كامل اغي خصكم تغطيو الالترناتور والديستريبيتور والباتري والبواط افيزيبل والبواط اير والكالكولاتور وحتى الانتركولر، درتو الا كان عندكم داك توب ماونتد بحال اللي كاين مثلا في التويوتا هايلوكس ولا البرادو. وغير اللي يكون في علمكم اخوتي راه الماء ما كنحيدوش به الوسخ والزيوتات والتراب، الماء يا اخوتي غير كنعاونو وكنكملو به الخدمه اللي بداها ليكيد ديغريسون اللي خاصو يتابليكا على كاع لا سيرفاس ديال الموتور، وتسناو على الاقل واحد ربع ساعه عاد ديك الساعه استعنوا بالماء. وهنا كناكد ونزيد ناكد ان خاصكم تستعملوا ليكيد ديغريسون وماشي ليسونس اللي انفلامابل وماشي حتى المازوت اللي كيخلي بدورو الوسخ وصعيب في التنشاف ديالو، وهذا الشيء بلا ما نهضروا على دوك المداويخ اللي كيخشيو البيستولي ديال الكارشير في الاكزوست بايبس ظنا منهم ان هذه العمليه راه كتحيد الوسخ ولي بارتيكول وداك السخام الكحل، واللي ما عارفينش هنا ان هذا الغسيل ديال البواج دا غي اوندوماجي غير سيلونسيو وغيسرع العمليه ديال التاكل والصدى ديال السيستم. اما الطامه الكبرى اخوتي هي الى الموتور تكالا وفي عوض ما يخرج من لي شابمون غيولي اسبيري، والى اسبيري الماء الخبار فراسكم العلماء.